قلت له دكتور ما يجيش تدير كلية لا إدارة ولا مبنى ولا مقر للطلبة. أول سمستر نفكر فيها نقعد للساعة 8 في الليل محاضرات. كان أحيانا الطالب عند بعض الفراغات في كلية البيطرة المحاضرة اللي بعدها هي تكون في الكيمياء اللي كانت ترهق الطالب وترهق الإدارة وترهق العملية التعليمية. الصعوبات لا تخفى على أحد اللي مرت بها الكلية، يعني كلية من لا شيء من الصفر. كلية بتقتنع، تقتنع اتحاد طلبة يحل في المشاكل. قد يرى بعض الناس أنه هو قاسي، ولكن بالعكس هو من صالحهم لأنك أنت وفرت عليه الوقت. أنا نقول للطلبة كلهم ما تيأسوش، المجال اللي أنت فيه تقرأ توا طور روحك فيه. كان في طلبة يعني أتبدو أن الجامعة حتى مش عطيتنا مبنى، والحاجات هذه كلها إحنا نقدر ندير حاجة في الجامعة. يعني إحنا نقدر نقول لك لو أنا عندي مبنى مازالش نقدر ندير لك دخل الجامعة. وأن يسعوا إلى تطويرها أكثر فأكثر حتى تكون الشعلة المضيئة في عالم تقنية المعلومات.